سنايبر إليت 3 من شركة 505 Games على إكس بوكس 1، إكس بوكس 360، بلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن 3 وبي سي. لطالما امتازت لعبة سنايبر إليت بأسلوب لعب مميز عن الألعاب الأخرى، وعرفت لدى اللاعبين بأنها ذات مستوى معتدل، فدائما احتوت على عنصر اللعب ولكنها افتقرت إلى الأمور الأخرى كالقصة والرسوم والإبداع بشكل عام. والآن مع صدور الجزء الجديد، هل حنلاقي تطور بالسلسلة، خاصة وإنها صادرة على منصات الجيل الجديد؟ قصة اللعب ما أعطيناها أي أهمية، فهي تحصل في حقبة الحرب العالمية الثانية، وعن المعارك اللي تحصل بين الجيش الأمريكي والنازي في أفريقيا، وإنت الجندي الأمريكي المخضرم اللي حيوقع في أحداث مملة والهدف منها نقلك من مهمة إلى أخرى دون الاهتمام لأي من الأحداث، وهذا مما دفعنا لكره اللعبة أكثر. وإن كنت من المهتمين لعنصر القصة، فهذه اللعبة مش اللي أنت بتدور عليه نهائياً. أسلوب اللعب بالبداية ظهر لي وكأنه قمة في المتعة بسبب لقطات القتل بالتصوير البطيء اللي حتدفعك للشعور بالرضا زي ما في لعبة مورتال كومبات لما تعمل إكس راي، فكل طلقة تقوم باختراق جسد الأعداء حتولد لك شعور بمدى قوتها ومدى التأثير اللي خلفته على جسد العدو. فأسلوب اللعب بشكل عام حصل على بعض الإضافات الجيدة كتحسين حركة شخصية اللعب، وأيضا إمكانية اختيار ما ترغب بحمله من عدة وأسلحة قبل كل مهمة. الأسلحة مهما استبدلناها شعرنا دائما وكأنه استخدمنا نفس السلاح، فالرشاشات متطابقة لبعض البعض سواء من الأصوات أو ارتدادها. والأسوأ من هذا إنه الأمر بيحصل أيضا مع أسلحة القنص، فجميع البنادق تتشابه من ناحية عملها، ولكن الأسلحة تتميز من الناحية المظهرية، وأيضا بإمكانك وضع التعديلات عليها كإضافة عدسة أقوى وأيضا مسند أفضل وأمور مختلفة عديدة. الأعداء كم شعرنا بالملل بسببهم، فشجرة ممكن تشكلك خطر أكبر من خطرهم لمدى ضعف الذكاء الاصطناعي، ولكن محاولات المصممين بشكل يائس جعلتهم ذوي تحدي بسيط، فهم عندهم القدرة على إصابتك بالرشاش من مسافات ما يمكن لبندقية قنص إنه تصيبهم بشكل جيد. من ناحية التصميم فجميع الأعداء بيبدوا متطابقين لبعضهم البعض، ممكن إنك تخوض قتال ضد مركبة عسكرية أو دبابة، وقتال هذه الآليات ما بيشكل أي صعوبة على اللعب. بيئة اللعب تم نقلها من أوروبا إلى أفريقيا، ولكن المطورين ما قاموا باستغلال البيئة الأفريقية بأي شكل من الأشكال، فما لقينا نفسنا نلعب إلا بالصحراء، فين غابات أفريقيا وأمطارها الغزيرة أو السافانا، فكل ما شفناه من التغييرات البيئية هو دورة الليل والنهار. تحتوي اللعبة على جميع عناصر اللعب عبر الشبكة، من طور اللعبة التعاوني اللي بيسمح لك انت وواحد من اصدقائك انكم تلعبوا بطور القصة بشكل تعاوني دون التأثير على الاحداث ونتائجها، وهناك طبعا طور اللعبة التنافسي اللي يقدم 5 أطوار لعب. تقنيا اللعبة تعاني من مشاكل كبيرة، فكل ما حولك قد يتسبب بخطأ تقني كتداخل عناصر اللعبة أو صدور حركات غريبة من الجنود أو شخصية اللعب، وفي بعض الأحيان قد تجد أن الأصوات قد تعاني من خلل فني فتصبح كأنها مجرد صدى صوت. أما رسوم اللعبة فلا ترتقي لألعاب الجيل الجديد، وحتلاقي أن الإضاءة مزعجة جدا والألوان تبدو وكأنها صبغات ثقيلة جدا. سنايبر إليت 3 قد تكون ممتعة لمدة قصيرة من الزمن، ولكنها ما تستحق الشراء إذا ما كنت من هواة الأسلحة القناصة لمستواها الضعيف جدا من نواحي عديدة تعتبر مهمة بشكل كبير للاعبين. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي لايك وشير وكمان سبسكرايب، ومو غلط إنك تشوف هذا الفيديو وهذا الفيديو.